للمرة الثانية. المفاجأة الثانية المنتخب السعودي وهيرفي رينار. يعني نبدا مع محمد يوسف في حته السعوديه، لان انت كنت عايز محمد تتكلم على الشق الحالات عايزين نعرضها. بس قبل ما نعرض الحالات، اي فرقه بتنزل الملعب بيبقى عندها تكتيك، لكن لو انت مش جاهز نفسيا، لو انت مش محضر، لو انت مش قادر انت تكسب، مش هتكسب. وده اللي عمله رينار قبل ما يخلي اللعيبه عارفه لما تنزل الملعب عارفه هتعمل ايه. خلوا اللعيبه كانت واثقه من نفسها. هنا يا كابتن، السعوديه لعبت على مصيده التسلل بشكل اكتر من رائع، واستغلت ازاي التقنيه، وان انت بتبقى بتكتشف بنصف اليا من حكم الراي. هنا ميسي واقف، لعيبه السعوديه كلهم الرباعي خط الدفاع مخلين اوف سايد. اللعبه اللي بعدها برضو نفس الموضوع، هنا 2-2 من منتخب الارجنتين. بص حضرتك، لعيبه منتخب السعوديه كلها خلت ديماريا اوف سايد. اللعبه اللي بعدها برضو نفس الموقف، هنا لو طاروا مارتينيز في اللعبه دي اوف سايد. لعيبه السعوديه الرباعي خط الظهر كان بيتحرك وكانهم ماسكين حبل بيتحركوا في نفس الوقت مع بعض عشان يظبطوا مصيده التسلل. ان انت تلعب ضد الارجنتين اللي فيها ميسي وديماريا ومارتينيز بالشكل ده، دي مخاطره كبيره جدا من رينار. لكن رينار كان مجهز لعبته ذهنيا ونزلوا الملعب عارفين هم يعملوا ايه، لان اي خطا انفراد. بالظبط، الارجنتين سجلت 3 اهداف امبارح ضد السعوديه، لكن مفيش هدف احتسب لان كلهم كانوا تسلل. هنا قدامنا ياسر الشهراني عمل ماتش اكتر من رائع على ديماريا، اوقف خطورته تماما، لكن للاسف في نهايه الماتش اتعرض لاصابه كبيره جدا، مش هيكمل المونديال للاسف. الحمد لله، لكن هو كان من نجوم المباراه امبارح واحد اسباب ان السعوديه تتفوق. صحيح. اخيرا نتيجه السعوديه مع الارجنتين خلتنا نحلم. دي ارقام ياسر من الماتش، قطع الكوره 4 مرات كتير. بالظبط. نتيجه السعوديه امبارح خلتنا نحلم ان احنا نشوف منتخب عربي في دور 16. بعد ما كان قرعه المنتخبات العربيه كلها صعبه مع منتخبات كبيره، لكن احنا دلوقتي بنتكلم ان السعوديه ممكن تنهي المجموعه اول يا كابتن. هتنهيها ممكن جدا على المكسيك، على بولندا، على الارجنتين. بالزبط. مش عايزين نخلي لعيبه السعوديه يتحملوا ضغط فوق طاقتهم، لان هم لسه عندهم مشوار كبير وما ضمنوش التاهل رسميا. بولندا الاول. بالظبط، مباراه بولندا لو خد فيها نقطه وخد نقطه من المكسيك خلاص ضمن التاهل. طبعا. لو كسب بولندا تأهل وتعادل مع المكسيك هيطلع اول. في الحاله دي لو تونس بقى، يعني نطلع بقى بخيالنا ونحلم اكتر. لو تونس طلعت تاني، السعوديه هتقابل تونس في دور 16. معنى كده هيبقى عندنا منتخب عربي في دور الثمانيه. يعني هو سيناريو رومانسي وحالم، لكن نرجو ان هو يحصل من المنتخبات العربيه. جرأه هيرفي رينار. يعني ده نقطه مهمه انا عايز اعقب عليها كابتن. يمكن محمد اتكلم عن الشق الدفاعي وازاي قدر ان هو يطبق مسار التسلل، انا عايز اتكلم بقى عن الشخصيه اللي نقلها هيرفي رينار للمنتخب السعودي. نعم. وعايز استعرض ده من خلال الهدف الثاني اللي جابه المنتخب السعودي. لما نيجي نشوف يا كابتن الهجمه اللي جه منها الهدف الثاني، هنلاقي بدايه الهجمه لو نعرض اللقطات. الكره هنا هنلاقيها مع سعود عبد الحميد. زي ما احنا شايفين سعود عبد الحميد ده يا كابتن ده الباك رايت. بص هنا هو متقدم لحد فين، هو اللي بيهاجم المنتخب الارجنتيني. الكره لعبها بالعرض، شتتها الدفاع الارجنتيني. الكره الثانيه مين اللي خدها؟ لا معلش نرجع تاني بس ثانيه. هنا الكره الثانيه اللي استلمها نواف العابد، ده لاعب خط وسط. بص يا كابتن مكانه كانه راس حربه. صح. طب هيشوطها، هتخبط في الدفاع. شوف يا كابتن ارتدادها، الكره نقدر نقول الكره الثالثه بقى كمان. هيستلمها اللاعب اللي احنا شايفينه على حدود منطقه الجزاء، وهو سالم الدوسري. بالظبط. نكمل الهجمه، شوف يا كابتن كام لاعب هنا من منتخب السعوديه. ده اللي بتكلم عليه، الشخصيه بتاعت هيرفي رينار وشخصيه المنتخب السعودي امام المنتخب الارجنتيني. هنا الدوسري بيستلم الكره، هنشوف ان هو هيلم المدافعين. بص بقى نقف هنا كابتن، كام لاعب امام منتخب الارجنتين في منطقه جزائه وعلى حدود المنطقه. هنلاقي يا كابتن في عندها 7 لعيبه ما شاء الله، 7 لعيبه. وخد بالك النتيجه هنا كانت كام؟ دي كانت 1-1. يعني كان ممكن جدا يكتفي هيرفي رينار ولاعيبه منتخب السعوديه يا محمد بانه خلاص احنا متعادلين كويس قوي كده، حلو وخير وبركه. لكن لا، ده بيلعب ان هو يجيب الثاني. وده كابتن عايز اقوله، فكره ان احنا دايما في مصر عندنا ايام كوبر، ايام كارلوس كيروش، فكره ان انت تقنع الناس انه والله توصل كاس العالم ده يكفي. لا طبعا، وانت متفق معاك كابتن، شفتك في حلقه سابقه كنت بتتكلم انه لو ما وصلتش كاس العالم وكان ليك اداء ما تروحش افضل. وانا متفق معاك 100%. انت تروح علشان تقدم كره حلوه وتقدر انت تقدم شكل هجومي. بالنسبه